اختراق إيميل جامعي دكتور. مجموعة طلبة قرروا يستغلوا ثغرتين موجودين في الجامعة ليهكروا إيميل دكتور ويأخذوا منه الامتحانات. الثغرة الأولى من الدكتور بيخلي الإيميل مفتوح وقت البريك. الثغرة الثانية من الإيميل هذا هو الإيميل المستعمل في إرسال الامتحانات وسجل الغياب والعلامات مع الإدارة. الدكتور طلع وقت البريك، طلبة دخلوا على الكمبيوتر، ما في حدا في القاعة، فتحوا الإيميل لقوا الامتحان موجود، أخذوا الامتحان. غلطتهم اللي خلتهم ينحرموا من التعليم العالي إنهم انكشفوا بواسطة شغلة صغيرة، كتبوا الإجابات النموذجية بدل ما يدرس الامتحان ويغيروا في إجابات الامتحان. الجامعة كشفتهم وفصل أكاديمي. شو الأسباب اللي خلتهم يتجهوا للشيء هذا؟ رقم واحد، الدكتور غير صديق مع الطالب وفكره بعيد عن فكر الطالب. رقم اثنين، اكتشفنا في بعض الجامعات إنه الدكاترة يحطوا امتحانات غير المادة اللي شرحوها، الامتحان بيكون شيء والشرح بيكون شيء ثاني. الشغلة الثالثة هي إنه ما في في بعض الجامعات ما في كفاءة عالية في التدريس. شو المفروض الجامعة تسويه في الشيء هذا أو في الحالة هذه؟ تكتشف الطلبة اللي عندهم مواهب وتسلط الضوء على الطلبة اللي عندهم مواهب، إنه في طلبة بيكون عندهم مواهب وتقدم بالفكر التقني أكثر من الآي تي. لازم الجامعة يكون عندها كفاءة في الآي تي، تسوي تدريب، لأنه السايبر سكيورتي كل يوم بيطلع إشي جديد. رقم اثنين، لازم الدكتور يكون نوعا ما صديق مع الطلبة، ود يعاملهم كأنه